قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصراير إن اللجنة تلقت من معلمين عاملين ضمن التقاعد المدني في دول الخليج العربي شكاوى وملاحظات حول آلية احتساب مدة خدمتهم في الخارج، حيث يطالبون بضرورة أن تكون خاضعة للضمان الاجتماعي. خلال اجتماع اللجنة قال وزير التربية والتعليم وجيه عويس إن الوزارة لديها 4000 شاغر للمعلمين، لكن الوزارة بحاجة إلى 10000 معلم، مبينا أن النقطة الأهم لدى الوزارة هي تدريب وتأهيل المعلمين. وأضاف عويس أن قوانين التوجيه التركي ستطبق على التوجيه السوداني والمصري للحصول على شهادة الثانوية العامة. انضم إلينا رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية دكتور طالب الصراير. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. ما هي أهم الأمور التي تم التوقف عندها في هذا الاجتماع وما هي وجهة نظر اللجنة فيها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أخي الحبيب، وكل الشكر لقناة المملكة، هي القناة الرائدة. اجتمعت لجنة التربية والتعليم النيابية كما ذكرت بمعالي وزير التربية والتعليم ورئيس المناهج والضمان الاجتماعي ورئيس ديوان الخدمة المدنية لمناقشة محاور متعددة كما ذكرت، منها بحث ملف المجازين بدون راتب في الدول العربية أو غير الدول العربية، والمطالبة من اللجنة باحتساب مدة الخدمة التي يقضيها هؤلاء في الخارج. فعلى سبيل المثال معلم له 10 سنوات أو 15 سنة، فإذا رجع إلى الأردن يكون الطلاب اللي درسهم في الميدان صاروا زملاء وأعلى منه في الدرجة. فطلبنا من معالي وزير التربية والتعليم ورئيس ديوان الخدمة المدنية دكتور سامح الناصر بإعادة آلية احتساب الخدمة لهؤلاء، والنظر أيضا في درجاتهم واحتساب أيضا الضمان الاجتماعي لهم، فكان هنالك تجاوب في دراسة هذه النقطة أو على الأقل نسبة معينة من مدة الخدمة التي قضوها، لأن هؤلاء مغتربون، واثنين وفروا فرص عمل في الداخل لزملائهم واخوانهم في الاردن. ايضا اخي الكريم تم بحث قضيه وهي رتب المعلمين او ترفيع الدرجات للمعلمين. كان هنالك طرح بانه سيكون هنالك تلقت اللجنه شكاوى بهذا الموضوع انه ترفيع من درجه الى درجه سيكون ضمن تدريب ودورات. فاحنا حقيقه يعني هذا سيؤدي الى عزوف المعلم عن الميدان. لماذا؟ لأنه أول شيء المعلم هو في الميدان مراقب، عنده إشراف، عنده خطة تدريبية، وهنالك دورات مستمرة تعقد للمعلمين، وبالتالي الأصل يكون هنالك في تفريق بين المعلم المبتدئ. إحنا متفقين كلنا على تطوير المعلم وتطوير التعليم، لكن في حال الوصول إلى الدرجات العليا يكون هنالك يعني معيار خاص من خلال ديوان الخدمة المدنية للدرجات العليا أو الدرجات الخاصة. هذا على الأقل يعني بيصير في ميدان للتنافس في الدرجات العليا بدل ما يترفع جوازي او وجوبي. واثنين هنالك مده بقضيها المعلم من 4 إلى 5 سنوات، هناك تقرير مدير المدرسه، مدير التربيه، الاسراف التربوي، وحده الجوده والمساءله وما الى ذلك. فكان يعني توجه اللجنه الى هذا المجال انه احنا ندفع بتطوير المعلمين، لكن ان تكون باسلوب علمي حضاري يليق بالمعلم ويليق بالطالب. نعم يعني هنا نعم. هنا في 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 هذه النقطه ما هي وجهه النظر الحكوميه؟ وجهة النظر الحكومية كما أبدوها أنه سيكون هنالك تدريب ودورات لجميع الدرجات، ولكن هي لم تقر رسميا، لكن طالبت اللجنة بل معظم الزملاء في اللجنة في لجنة التربية والتعليم أن يكون هنالك في تفاضل بين هذه الدرجات. فمثلا المعلم يتعين اليوم بدرجة لنفرض أنه تعيين جديد بده يقضي إلى 4 إلى 5 سنوات في الميدان، هو عنده الآن بخضع إلى دورة معلمين جدد، بخضع إلى دورات أخرى، وبالتالي هذا خليه يؤهل من جديد، وبعدين يكون في حوافز لهؤلاء المعلمين حتى يكون في تفاضل في مسألة التعليم. الحكومة تتوجه إلى عقد هذه الدورات، إحنا مع الدورات وتفعيل المعهد الذي يعقد هذه الدورات في كافة مناطق المملكة، لكن أنه هذا القرار يكون دفعة واحدة ربما هذا سيشكل يعني عقبة لدى التعليم عند المعلمين. نعم، أيضا كان هناك نقاط أخرى تم بحثها في هذا الاجتماع من ضمنها موضوع التوجيه. موضوع التوجيه أشرنا في اللقاء موضوع التوجيه
إلى قضيتين. القضية الأولى وهي استعداد الوزارة إلى امتحان الثانوية العامة لهذا العام والذي سيبدأ في 30/6، وأشار معالي إلى أنه الوزارة جاهزة في هذا المجال، وتم عقد مجلس التربية والتعليم قبل أيام، فالوزارة جاهزة لعقد الامتحان في موعده المقرر إن شاء الله، ونتمنى الطلبات التوفيق في هذا الجانب. القضية الثانية وباحثة نقطة مهمة، وهي الطلبة اللي رايحين على التوجيه السنة القادمة 22/23، وهذا ما طلبنا من رئيس المناهج معالي الدكتور عزم حفظة، أن يكون في تسريع إلى المقررات أن تكون بين أيدي الطلبة، لأن كثير من الطلبة اللي مقبلين على التوجيه هم بيدرسوا في المراكز الخصوصية أو معلمين في البيوت، وبالتالي كثير من المدرسين هم بيدرسوا تدريس عام أو تقوي، وهذا لا يليق. الآن الطالب خلص، الآن هذا الوقت يعد حاله توجيهه، وكثير من الآباء فقال أنه إحنا التغيير فقط على مادتي العلوم والرياضيات. طبعا مادة العلوم تشمل فيزياء، تشمل كيمياء ربما والمواد الثانية، ومادة الرياضيات ما تبقى. إحنا بنطمئن طلابنا أنه هاي المواد ستدرس كما درستها الأجيال التي سبقتها. وطالبنا يعني ليش هذا التأخير؟ قال إحنا مش متأخرين، طرحنا المواد الآن إلكترونيا PDF بإمكان الطلبة يسحبوها، لكن إحنا بنقول إنه مش كل الطلبة مهيئة، عندهم بيئة علمية مهيئة لسحب هذه المواد إلكترونيا. لا، يجب أن يكون المنهاج المقرر ورقي بين أيدي الطلبة، يوزع المديريات اللي صار عليها التغيير، وأيضا حتى المواد اللي ما صارت تعديل تكون بين أيدي الطلاب حتى يتمكنوا هؤلاء الطلبة من هل تم الحديث هل تم الحديث عن تواريخ محددة للقيام بهذا الأمر؟ نعم، تم الحديث، وتم كما أشار معالي الدكتور المحافظة إلى أنه العطاء تم طرحه لهذه المناهج، وستكون إن شاء الله خلال شهر جاهزة بين أيدي الطلبة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. فيما يتعلق بموضوع التوجيه التركي وتطبيق نفس التعليمات على التوجيه المصري والتوجيه السوداني، ما هي النقطة بالتحديد؟ أخي الكريم، يعني معالي الدكتور رجيع عويس أخذ قرار جريء جدا في وقف الدراسة في المدارس العربية في تركيا، وكانت اللجنة تشد على هذا الموضوع، والآن إحنا أمام التوجيه المصري والتوجيه السوداني، فأوعز معالي أنه سيطبق ما طبق على المدارس العربية في تركيا سيطبق على المدارس سواء كانت في مصر أو في السودان أو في غيرها، حتى نحفظ هيبة الثانوية العامة في الأردن. يعني ما هي مشكلة التوجيه في هذه البلدان؟ مشكلة التوجيه في هذه المدة أنه الطالب بروح 6 شهور هناك وبأخذ شهادة الثانوية العامة، وحتى الوزارة لا تعلم ما هي المقررات التي يدرسها الطالب. مثل مدرسة عربية في تركيا، روح سجل هناك ودفع مبلغ معين وروح بالمعدل اللي بدك إياه، بقدر ما تأخذ معدل. فهذا يعني بكرة، يعني طالب درس توجيه في الأردن جاب 90 بكرة بنفسه هذا الطالب. فمن باب العدالة حقيقة أنه الوزارة يكون لها رأي سديد وتوجيه سديد حتى ما يصير التوجيه يعني في أي دولة. لكن السؤال، هل تم التأكد من مستوى هذه المدارس في مصر والسودان، وأشرت أيضا إلى دول أخرى؟ نعم، كما تم التأكد من هذه الحالة التركية؟ لا شك، نعم، تم التأكد من المستوى العلمي لهذه المدارس، وبالتالي إحنا حفاظا على مخرجات الثانوية العامة التي غدا ستصب في الجامعات، ستقدم الوزارة على معاملة هذه المدارس أو الثانوية العامة في هذه الدول كما تم التعامل مع مجلس المدارس العربية في تركيا. رئيس لجنة تعليم وشباب النيابية طالب السرايرة، شكرا جزيلا لك دكتور.